يعني أنت ممكن تكون لك شعبية وفي نفس الوقت ما عندك أهلية للحكم، وفي أحيانا ما تكون عندك شعبية وعندك أهلية للحكم. يعني صدام ما كان له شعبية أول ما مسك، ما كان له شعبية، لكن فيما بعد لا، فيما بعد لما أحكم السيطرة على يعني مفاصل الدولة صار له شعبية، بحيث لما تمشي بالشارع يعني لما يمشي هو بالشارع يعني يتكارب الشارع، يتكارب خوف خوفا من سلطة صدام. هذا مرسي مسكين يفتح صدره ويقول أنا ليس لي حق عليكم، أنتم لكم حق علي. الله، يعني مواطن مصري كان مدعوس من الحكم العسكري والفرعوني صار له آلاف السنين وتقول له هالكلام؟ أنت ما شفت بعض المصريين اللي طلعوا في خلال ثورة 2011 كان يقول أنا أطالب أنا خلاص بقى أنا أطالب بأن الراتب بتاعي حيكون كيت وكيت وكيت، وأطالب بأن أولادي حيشتغلوا هنا وهنا وهنا، يعني كل الخيالات انفتحت أمام اللي كان محروم منها، اللي كان محروم منها قام يتكلم عنها له. ولذلك الفترة السنة اللي حكم فيها مرسي الكل كان يتكلم،